بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هنستأنف في أحداث قصة عقبة بن نافع للفصل الدراسي الثاني. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الفصل العاشر في قصة عقبة بن نافع بعنوان عقبة يتجه إلى إفريقيا. وقبل ما نبدأ في الفصل دوت، أحب أفكركم إن معاوية بن حديج تولى ولاية مصر بعد وفاة سيدنا عمرو بن العاص، ولكنه لم يستطع أن يحقق إلا انتصارات ضئيلة إذا قورنت بانتصارات سيدنا عمرو بن العاص قبله. وقبل ما نعرف أحداث وملخص الفصل العاشر، تعالوا نشوف مع بعض فيديو لأحداث هذا الإيه الفصل. القصة عقبة بن نافع. الفصل العاشر. عقبة يتجه إلى إفريقية. ظل عقبة واليا على برقة حتى سنة 49 هجريا، وقد زاد تعلق البربر به لحسن معاملته لهم ورفع المظالم التي فرضها عليهم سادة الرومان على مر السنين. وإذ هو يقوم بمهمته كداعية للإسلام في هذه المنطقة، جاءه خطاب من الخليفة يعلمه فيه أنه قد اختاره لفتح إفريقية، وأن جيشاً عدته 10,000 مقاتل في طريقه إليه. كان هذا الخطاب في سنة 49 هجرياً، أي بعد إقامته 6 سنوات أخرى في برقة. وعلى الفور نادى عقبة في البربر بالجهاد، فأقبلوا من مختلف القبائل ملبين دعوته، وكان فرحه عظيماً بخروج البربر للجهاد في سبيل الله. وصل الجيش الذي أرسله معاوية بن أبي سفيان إلى برقة، فوجد في انتظاره جيشاً آخر من البربر مستعداً لخوض المعارك ضد أعداء الإسلام. ولأول مرة في تاريخ المعارك الإسلامية يتكون جيش من العرب والبربر وينطلق لغاية واحدة، هي إعلاء كلمة الله. اتجه عقبة إلى قبيلة ودان، وهي القبيلة التي افتتحها بسر بن أرطأة سنة 23 هجرياً، وارتدت عن الإسلام بعد أن غادر المسلمون تلك الجهات. حاول أهل هذه القبيلة مدافعة المسلمين، ولكن عقبة والمجاهدين من حوله هزموهم في أول اشتباك، ثم أسروا ملكهم وعادوا به إلى مقر القيادة الإسلامية. وقف ملك ودان منكس الرأس أمام عقبة يحاول أن يتكلم، فتذوب الكلمات على شفتيه، وتذكر في هذه اللحظات أنه نقض عهده مع المسلمين ومنع إرسال ضريبة الدفاع المقررة عليه، بل بالغ في عداوته للمسلمين بأنه جند أهل قبيلته لمحاربتهم. ثم سكت عقبة هنيهة وقال للملك: والآن عليك أن تدفع ضريبة الدفاع التي فرضها عليكم بسر بن أرطأة، وهي 360 بعيراً. أكد ملك ودان لعقبة أنه لن يعود لمحاربة العرب مرة أخرى، وأنه سيدفع ضريبة الدفاع بانتظام. عندئذ أطلق عقبة سراح ملك ودان، وتأهب للذهاب إلى فزان، وهي تبعد عن قبيلة ودان بمسيرة 8 أيام. ولما دنا منها عسكر بجيشه في مكان يبعد عنها ب6 أميال، ثم أرسل من يدعو أهلها إلى الإسلام، وكانوا قد تظاهروا بالدخول في دين الله يوم انتصر عليهم عقبة منذ 20 عاماً. استجابوا لنداء عقبة وأعلنوا أنهم سيعتنقون الدين الحنيف ولن يرضوا به بديلاً إلى الأبد. إلا أن ملك فزان، وكان رجلاً مترفاً ناعماً يتمتع بكل لذات الحضارة الرومانية، لم يعلن رأيه صراحةً، لأنه كان وثنياً لا يؤمن بالأديان. أمر عقبة بإحضار هذا الملك، وعندما وصل إلى خيمة عقبة وجد القائد العربي يجلس وسط جمع من ضباطه وجنوده في تواضع، وأخذته الدهشة إذ رأى الرجل الذي اهتزت المنطقة كلها لمقدمه
وارتعدت فرائس الحكام رعبا منه يفترش الأرض ولا يبدو عليه أي مظهر من مظاهر الفخر والخيلاء. تقدم ملك فزان من عقبة وقد ظن أنه سينزل به أشد العقاب لرفضه دفع ضريبة الدفاع التي كانت مقررة عليه ولقيامه بمحاربة المسلمين، إلا أنه فوجئ بعقبة القائد المنتصر يطمئنه ويقول له: إننا لا ننكل بالأسرى لأن ديننا يمنعنا من ذلك، أما سبب إحضارك بهذه الهيئة فهو تأديب لك حتى لا تحارب العرب مرة أخرى وحتى تدفع ضريبة الدفاع وهي 300 بعير. التقط ملك فزان أنفاسه وبدأ قلبه يدق دقاته العادية بعد أن كان مضطربا يكاد يمزق ضلوع صدره من شدة خفقانه، ثم أطلق عقبة سراحه وانطلق بعد ذلك إلى القرى الواقعة في هذا الإقليم، فافتتحها قرية قرية، وقد كان أهلها يكرهون الحكم البيزنطي فسارعوا إلى الدخول في دين الإسلام. كان عقبة كلما افتتح مدينة أو قرية يترك بها نفرا من المسلمين يعلمون أهلها اللغة العربية وقواعد الدين الإسلامي، وبهذا ازداد عدد المسلمين الذين يعرفون لغة دينهم في هذه المدائن والقرى. شاهدنا فيديو لأحداث الفصل العاشر، تعالوا نشوف ملخص لهذا الفصل على أهم الأحداث الموجودة فيه. طبعا عرفنا أن عقبة بن نافع كان موجود في برقة وكان يعلم أهلها اللغة العربية والدين الإسلامي، وكان أهل برقة متعلقين بعقبة بن نافع لحسن تعامله معهم، وكذلك بسبب رفع المظالم التي كان يفرضها عليهم الروم. وبينما عقبة في هذه المهمة كداعية للإسلام في برقة جاء له خطاب، والخطاب مكلف من الخليفة معاوية بن أبي سفيان، يكلفه فيه بفتح إفريقية بعد معاوية بن حديك، وأخبره الخليفة بأن جيشا عدته 10,000 مقاتل في طريقه إليه. أول ما عقبة بن نافع جاله هذا الجيش اتجه إلى مدينة ودان، وهذه المدينة التي فتحها بصر بن أرطأة من قبل، ولكن عندما تركها بصر وجيش الإسلام ارتدوا عن الإسلام بعد ذلك وحاولوا مقاومة المسلمين، ولكن استطاع سيدنا عقبة أن يهزمهم، ثم أسر ملك هذه المدينة وعاد به إلى مقر القيادة. ووقف ملك ودان منكس الرأس أي خافض الرأس أمام عقبة. طب ليه؟ لأنه نقض عهده مع المسلمين ولم يدفع ضريبة الدفاع، وجنت قبيلته لمحاربة المسلمين، فأتى به لكي يؤدبه على ما فعله. وأطلق عقبة سراح ملك ودان بعدما تعهد هذا الملك أنه لن يعود إلى محاربة العرب مرة أخرى وأنه سوف يدفع ضريبة الدفاع. وبكده قدر عقبة بن نافع أن هو ينهي في مهمته في ودان بنجاح، واتجه بعد ذلك إلى فزان، فاستجاب أهل فزان لندائه، يعني هم عكس ودان، ودان هاجموا الجيش الإسلامي، أما أهل فزان فاستجابوا للنداء وأعلنوا اعتناقهم للإسلام. ولكن ملك فزان لم يعلن رأيه بصراحة في دخوله في الإسلام. طب لماذا؟ لأنه كان وثنيا لا يؤمن بالأديان، كان يعبد الأصنام. فعمر عقبة أيضا بإحضاره، إحضار ملك مين بقى؟ إحضار ملك فزان. وعندما حضر ملك فزان أمام عقبة بن نافع جاء خاليا من مظاهر الزينة، فجاء بذلك تأديما له لرفض ضريبة الدفاع ولقيامه أيضا بمحاربة المسلمين. ودهش ملك فزان عندما ذهب إلى سيدنا عقبة بن نافع عندما دخل عليه، لأنه كان يجلس على الأرض وسط جنوده وزباطه في تواضع. وعفى سيدنا عقبة بن نافع عن ملك فزان بعدما تعهد له بدفع ضريبة الدفاع، وازداد بعد ذلك عدد المسلمين في المدن والقرى التي كان يفتحها عقبة بعد ذلك بعد مدينة ودان وفزان، لأنه كان كلما افتتح مدينة أو قرية ترك فيها نفرا من المسلمين يعلم أهلها قواعد اللغة العربية والدين الإسلامي.
مع بعض نشوف بقى أهم الأسئلة المتعلقة بأحداث الفصل العاشر. أول سؤال عندنا: ظل عقبة واليا على برقة حتى سنة نقط، ووظيفته كانت نقط. طبعا الإجابة طبعا ظل واليا على برقة حتى سنة 49 هجريا، ووظيفته كانت رائدا دينيا يعلم الناس أمور دينهم. السؤال اللي بعده: لماذا تعلق البربر بعقبة أثناء وليته على برقة؟ طبعا تعلقوا بيه لعدة أسباب. السبب الأول: لحسن معاملته لهم ورفع المظالم التي فرضها عليهم سادة الرومان على مر الإيه؟ السنين. السؤال اللي بعده: أرسل الخليفة معاوية خطاب تكليف لعقبة، فبما كلفه؟ طبعا سيدنا معاوية كلفه أو اختاره لفتح إفريقيا، وأرسل له جيشا عدته 10,000 مقاتل سنة 49 هجريا، أي بعد إقامة عقبة في برقة 6 سنوات أخرى. تعالوا مع بعض برضو نكمل أهم الأسئلة اللي موجودة عندي على الفصل الإيه العاشر. السؤال بيقول: ما موقف عقبة من اختيار معاوية له لفتح إفريقيا عام 49 هجريا؟ طبعا موقفه: نادى عقبة على الفور البربر للجهاد في سبيل الله، وكان فرحه عظيما لخروج البربر للجهاد في سبيل الله. السؤال اللي بعده: لماذا اتجه عقبة إلى ودان أولا؟ طبعا عقبة اتجه إلى ودان أولا لأنها ارتدت عن الدين الإسلامي، وقد حاول أهل القبيلة مقاومة المسلمين، ولكن عقبة والمجاهدين والجيش هزموهم في أول اشتباك، ثم أسروا ملكهم وعادوا به إلى مقر القيادة الإسلامية عند عقبة بن نافع. السؤال اللي بعده: كيف وقف ملك ودان أمام عقبة؟ طبعا وقف ذليلا منكس الرأس أمام عقبة يحاول أن يتكلم، فتذوب الكلمات على شفتيه، وتذكر هذه الإيه اللحظات. برضو نكمل أهم الأسئلة اللي موجودة عندي على الفصل العاشر. سؤال رقم 7: ما الذي تذكره ملك ودان وهو واقف أمام عقبة، وما موقف عقبة منه؟ طبعا ملك ودان تذكر وهو واقف أمام عقبة أول حاجة إنه نقض عهده مع المسلمين، ومنع إرسال الجزية اللي هي ضريبة الدفاع المقررة عليه، وأيضا بالغ في عداوته للمسلمين بأنه جند أهل قبيلته لمحاربتهم، كما طلب عقبة منه دفع الجزية التي فرضها عليه ولم يدفعها من قبل، وهي كانت كام بقى؟ 360 بعيرا. السؤال اللي بعده: ما الذي أكده ملك ودان لعقبة وما نتيجة ذلك؟ طبعا أكد ملك ودان لعقبة أنه لن يعود لمحاربة العرب مرة أخرى، وأنه سوف يدفع هذه الجزية بانتظام، وعندئذ أطلق عقبة سراح ملك ودان. تعالوا نكمل مع بعض أهم الأسئلة اللي موجودة عندي على الفصل العاشر. السؤال رقم 9 بيقول: كانت فزان تبعد عن ودان مسيرة نقط، فكم كانت تبعد؟ طبعا كانت تبعد عن ودان مسيرة 8 أيام. السؤال اللي بعده: أرسل عقبة من يدعو أهل فزان إلى الإسلام، فما موقف أهل فزان من نداء عقبة لهم؟ طبعا استجاب أهل فزان لنداء عقبة وأعلنوا إسلامهم، وأنهم سيعتنقون الدين الحنيف اللي هو الدين الإسلامي، ولن يرضوا به بديلا إلى الإيه؟ إلى الأبد. السؤال اللي بعده: لماذا لم يعلم ملك فزان رأيه بصراحة؟ طبعا لم يعلم ملك فزان رأيه بصراحة لأنه كان إيه؟ وثنيا يعبد الأصنام ولا يؤمن بالأديان الإيه؟ الأخرى. تعالوا مع بعض نكمل أهم الأسئلة اللي عندي على الفصل العاشر. السؤال رقم 12 بيقول: أمر عقبة بإحضار ملك فزان، فكيف جيء به إلى الخيمة أو إلى خيمة عقبة، ولماذا حرص عقبة على ذلك؟ طبعا هنلاقي إن عقبة أمر بإحضار هذا الملك ماشيا على قدميه، وذلك بأن تحول خيول المسلمين المنتشرة في شوارع المدينة بين الملك وبين موكبه، حتى يمشي على قدميه ويصل إلى خيمة عقبة بن نافع، وحتى يتجرد من عظمة الملك وفخفخة السلطان. السؤال اللي بعده: عندما وصل ملك فزان إلى خيمة عقبة أخذته الدهشة، فلماذا؟ أخذته الدهشة لأنه وجد عقبة ابن نافع في خيمته، ولأنه يجلس وسط جمع من ضباطه وجنوده في تواضع، ويفترش الأرض، ولا يبدو عليه أي مظهر من مظاهر الفخر والإيه؟ والخيلاء. السؤال اللي بعده: ما الذي ظنه ملك فزان، وهل تحقق ظنه؟
ما ظنه أن عقبة سينزل به أشد عذاب لرفض دفع الجزية أو ضريبة الدفاع التي كانت مقررة عليه، إلا أن عقبة عفى إيه عنه. تعالوا مع بعض نكمل أهم الأسئلة اللي موجودة على الفصل إيه العاشر. تعالوا نشوف مع بعض المقولة ديت مين اللي قالها وما مناسبتها. المقولة الأول بتقول إيه؟ إننا لا ننكل بالأسرى لأن ديننا يمنعنا من ذلك، أما سبب إحضارك بهذه الهيئة فهو تأديب لك حتى لا تحارب العرب مرة أخرى وحتى تدفع الجزية. طبعا السؤال عندنا بيقول إيه؟ من قائل هذه العبارة ولمن قالها وما المناسبة التي قيلت فيها؟ طبعا قائل العبارة هو سيدنا عقبة بن نافع، وقالها لملك فزان عندما أتى به تأديبا له، والمناسبة عندما جاءه ملك فزان ذليلا منكس الايه الرأس ولم يدفع ضريبة الدفاع. تعالوا مع بعض نكمل أهم الأسئلة المتعلقة بالفصل العاشر. السؤال رقم 16 بيقول: ما مقدار الجزية التي فرضها عقبة على ملك فزان؟ طبعا الجزية كانت 360 ايه بعيرا. السؤال اللي بعده: لماذا ازداد عدد المسلمين في المدن التي كان يفتحها عقبة؟ ازداد عددهم لأن عقبة يفتح هذه المدن، وكلما افتتح مدينة أو قرية يترك بها نفرا من المسلمين، طبعا بيعلم أهلها اللغة العربية وقواعد الدين الإسلامي، كما أن الناس أعجبوا بعدالة الإسلام وكرهوا الحكم الإيه البيزنطي، لذلك ازداد عدد المسلمين في هذه المدن والقرى. تعالوا مع بعض نتعرف على أهم الشخصيات اللي موجودة عندي في الفصل العاشر. أول شخصية عندي ملك ودان. هنلاقي إن ملك ودان نقض عهده مع المسلمين ومنع إرسال ضريبة الدفاع وبالغ في عداوة المسلمين، وهنلاقي إن ملك ودان أيضا استطاع عقبة بن نافع أن يهزمه مما جعله يدفع ضريبة الدفاع، وأكد العقبة أنه لن يعود لمحاربة العرب والمسلمين مرة أخرى. عندئذ أطلق سيدنا عقبة بن نافع سراح ملك ودان. الشخصية التانية اللي هنتكلم عنها ملك فزان. هنلاقي إن ملك فزان كان رجلا مترفا، أي كان يعيش في نعيم، ولم يعلن رأيه بصراحة بشأن دخول الإسلام لأنه كان وثنيا لا يؤمن بالأديان. وأطلق عقبة سراحه بعد أن أكد له أنه سوف يدفع ضريبة الدفاع وأنه لن يعود لمحاربة العرب مرة أخرى. تعالوا مع بعض نكمل أهم الأسئلة اللي متعلقة بالفصل إيه العاشر. السؤال بيقول: ضع علامة صح أو غلط أمام العبارات الآتية. طبعا السؤال رقم 1: زاد تعلق البربر بعقبة لشجاعته وانتصاراته الكثيرة. طبعا غلط، ولكن تعلق البربر بعقبة لأنه رفع عنهم مظالم التي فرضها عليهم الروم والحسن معاملته لهم. السؤال اللي بعده: استجاب أهل فزان لنداء عقبة. طبعا الإجابة صح، وجاهدوا في سبيل الله. السؤال اللي بعده: لم يطلق عقبة سراح ملك فزان. طبعا الإجابة غلط، ولكن أطلق عقبة سراح ملك فزان، ولكن بعد أن وعده بدفع ضريبة الدفاع وعدم محاربة المسلمين مرة أخرى. السؤال اللي بعده: كان ملك فزان وثنيا لا يؤمن بالأديان. الإجابة طبعا صح. السؤال اللي بعده: أحضر عقبة ملك فزان ماشيا تأديبا له. الإجابة إيه؟ صح. وبكده يكون انتهى الفصل العاشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.